ولكن انحرف في المعتقد. المعتقد هو الذي يزجه في الكفر بشرط أن يعتقد شيئا مخالفا لحقيقة من الحقائق الإسلامية المعروفة بالبداهة. يعني أما إذا أنكر أمورا اجتهادية لا يكفر، أنكر أمورا ذكرها البيان الإلهي في القرآن، لكن العلماء هم الذين يعرفونها، المثقفون هم الذين يعرفونها، أيضا لا يكفر، وإنما يكفر بالبدهيات إذا أنكرها. الحقائق الكبرى، نعم ورأس هذه الحقائق بالله الواحد الأحد. نعم عقاب الكافر يوم القيامة فضيلة الشيخ، يعني البعض بالطبع يعني أيضا يتساءلون حول هذه النقطة بالذات، يعني يحاولون أن يصلوا إلى نوع يعني من الاستشراف في هذا الموضوع. أنا ذكرت لك أن عقاب الكافر إنما هو الذي ذكره البيان الإلهي وكرره، إنما يخص القسم الثاني الكافر المستكبر. المستكبر، وهذا بصريح بيان الله القائل عنهم: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. نعم هذه حقيقة، ولكن أريد أن أقول شيئا يعني يزيد هذا السؤال الذي قلته بيانا وشرحا. لعل فينا من يقول: طيب فلان من الناس يعلم الحق وأنكره، إذن هو كافر، وإذن فهو من النوع الذي سيعاقبه الله يوم القيامة. لا يجوز لي إذا مات هذا الإنسان أن أعتقد أنه مات كافرا، لا يجوز. لماذا؟ لأنني سمعته تكلم بكلمة كفر، تمام، وسنتكلم عن دلائل الكفر، كيف يمكن أن يبني الحاكم والقاضي الحكم عليها. طيب لكنني لا أعلم بعد أن غاب عني هل تاب أم لم يتب. مات لا أدري، في ساعة الموت ربي عز وجل يتدارك الإنسان بلطف غريب وعجيب، بيكون في كل حياته متقلب في أنواع من والعياذ بالله المحرمات، يتداركه الله في الأيام الأخيرة كأنه يقول: طيب إما وحشتك أقبل إلي بعد نسيان وكذا. فأنت لا تعلم على أي حالة مات. كثيرون هم الذين يطيلون ألسنتهم على أناس، نعم كتب فلان من الناس مقال في كفر صريح، ألقى كلمة في مكان ما فيها كفر صريح، ثم غاب عنه، دري أنه مات، لعنة الله عليه، هذا كذا هذا كذا، هل يجوز ذلك؟ لا يجوز هذا أبدا. أنا لا أعلم، أنا لو سئلت أقول في اليوم الفلاني سمعته قال كذا وهذا كلام مكفر، لكنني لا أعلم كيف كانت خاتمته، كيف انتهت علاقته يعني قبل أن ينتقل نعم إلى ربه. هذه حقيقة ينبغي أن نتأدب مع عباد الله عز وجل فيها. ولو أردت أن أحصي لك أسماء الأشخاص الذين كانوا في منتهى الفسوق وفي منتهى العصيان ثم أصبحوا في أعلى درجات القرب من الله قبيل وفاتهم لرأيت شيئا عجبا، أو في مراحل مختلفة يعني. نعم. عموما فضيلة الشيخ، يعني الإنسان كلما استشعر الضعف، استشعر الحرج، وجد نفسه في مآزق، يلجأ أكثر إلى الله. إلى من يلجأ؟ هذا أمر يعني هو بفطرة الإنسان وطبيعته يعني، ولديه ميول استكبارية أبعدها الله عنا هذه الميول، يعني في بعض الأحيان تجنح نفسه ولكن عليه دائما. المهم أن علينا أن نحسن الظن بعباد الله ما وسعنا ذلك. غاب عني له والله في ساعة كذا هكذا عرفته، ولكني أرجو أن يكون قد هدي، أرجو أن يكون قد تاب، وهذا هو المأمول، هكذا نقول. وبهكذا طريقة بالتفكير أيضا والتعامل مع الآخرين، نفسح في المجال للآخرين بأن يثوبوا إلى رشدهم، تمام، وأن يعودوا إلى حديقة الإسلام، وأن يعودوا نعم. إلى نور الهداية.
أما في الأسلوب الآخر فنكون قد يعني قطعنا ما بيننا وبينهم إن كان هناك إمكان لرأب هذه الصلة. إذن عقاب الكافر يوم القيامة إنما هو على جحوده اللساني مع يقين عقله بالحق، ما يقين عقلي. هذه المسألة التي علينا. أما الجاهل الذي لم يتأت له أن يخترق جهله ليصل إلى العلم فهذا لا يؤاخذ. وهذا الجاهل قد يكون إنسان لم يبلغ، هو في مكان لم تصل إليه رسالة بشكل أو تمام بآخر، تمام. أو أن نقول هو موجود بين جماعة فيها من المسلمين الذين يعرفون الإسلام حق المعرفة، ولكنه هو لقلة أو ضعف في ملكاته أو لظروف خاصة أحاطت به لم يستطع أن يستوضح نعم. هذا الدين أكيد القويم. أكيد يعني تأتينا مناسبة يعني أجسد لك أمثلة من هذه الصور التي تسألونها والتي تقولها إن شاء الله. إن شاء أرجو الله أن يتاح لنا ذلك. هنا أيضا يمكن أن نتساءل، ما هو الفرق بين الكفر وبين النفاق؟ شوف يا أستاذ زمان، يعني تعريفنا للكفر يميز يضع الفرق بين الكافر والمنافق. قلنا أن الكفر إنما يستبين باللسان، ولا يجوز للإنسان أن يحكم على أحد بالجنان، يعني بما استكن به قلبه، لا نبي لا رسول لا ولي لا حاكم لا قاضي لا رئيس دولة. هلا شققت عن صدره؟ نعم تماما. فإذا الكافر هو ذاك الذي ينطق لسانه بسبب من أسباب الكفر التي ذكرناها، ينطق لسانه وبعبارة قاطعة صريحة سماها النبي عليه الصلاة والسلام الكفر البواح القاطع. طيب، أما النفاق فهو عبارة عن احتضان القلب أو العقل لموجب من موجبات الكفر، ولكن هذا الإنسان يخفي كفره هذا بلسانه المؤمن المسلم الذي يتكلم عن الإسلام كسائر الناس، يعني نقيض الكافر. يعني هو ممن يقولون ما لا يفعلون. تمام. الكافر هو ذاك الذي آمن قلبه وكفر لسانه، المنافق هو ذاك الذي كفر قلبه وآمن لسانه. نعم، هو إيمان ظاهري القصد منه المداهنة، القصد منه تمام النفاق. طيب، لعلك تريد أن تسألني أيضا ما حكم المنافق، هل حكمه مثل حكم الكافر؟ لا لا، المنافق أيا كان نفاقه ولو شممنا رائحة النفاق من تصرفاته وكلماته يجب أن نتعامل معه على أنه مسلم، وهذا بالاتفاق وهذا بأمر من الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم. كيف؟ لماذا؟ لأن القاعدة الشرعية العامة التي يدين لها الرسل والأنبياء وكل الصالحون هو أن يحكم أحدهم على الناس بما ظهر من أقواله وأفعاله، وأن يضعوا أو يدعوا ما خفي عنهم لمحكمة الله عز وجل يوم القيامة. هذه حقيقة. نعم، هو الأعلم والأعرف بالنوايا خالصها وكذبها. وأنا أحب أن أفيد قليلا في هذا الكلام، لأنه في الواقع كثيرون هم من إخواننا في هذا العصر لا يدركون أو لا يريدون أن يدركوا هذا الفرق الذي أقوله لكم. كثيرون هم الذين إذا شم أحدهم أو لاح له معنى النفاق أو دليلا من دلائل النفاق رأسا ألبسه ثوب الكفر وحكم عليه بالكفر وحكم عليه بالقتل وبالردة وما إلى ذلك، ويعتبر نفسه بموقع من كشف هذا الشخص، يعني نعم، وكشف يقينه، في حين أنه يخالف بهذا بيان الله ويخطئ رسول الله. إن لم يقل بلسانه فهو بعمله يخطئ رسول الله. بالمدينة المنورة كان في منافقون وكان هنالك رئيس لهم، لكنهم كانوا يظهرون الإسلام وكانوا يصلون مع المصلين وربما خرجوا في الجهاد وإلى آخر ما هنالك، واضح. لكن كيف كان يعاملهم رسول الله؟ كان يعاملهم على أنهم مسلمون،
عبد الله بن أبي بن سلول هذا رسول الله كثيرا في أهله وفي غزوة من الغزوات كان موجود. عبد الله بن أبي بن سلول صار في خصومة بين بعض المهاجرين والأنصار، نعم، فقال عبد الله بن أبي بن سلول: لقد كاثرونا في ديارنا، ما أرانا وجلابيب قريش إلا كما قال المثل: سمن كلبك يأكلك. والله لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل. يعني كلام عجيب ذكره. لما عادوا إلى المدينة الكل تصوروا أنه هذا خلص النبي عليه الصلاة والسلام بده يقتله. وجاء عبد الله ابن عبد الله بن أبي بن سلول رجل مسلم، قال: يا رسول الله، بلغني أنك قاتل أبي فيما قد بلغك، فإن كنت ولا بد فاعلا فمرني أنا آتك برأسه. الله، تبسم النبي عليه الصلاة والسلام وقال: بل نعم نترفق به ما كان بيننا، يعني ما أعلن إسلامه ولم يفعل به شيئا. ولما توفي عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين جاءه عبد الله ابنه، قال له على استحياء: يعني لو أعطيتني ثوبك الذي ترتديه على جسدك مباشرة أكفن به أبي لعلها يخفف عنه. خلع له رسول الله ثوبه وأعطاه إياه وكفن رأس المنافقين بثوب رسول الله، وجاء المصطفى صلى الله عليه وسلم فصلى عليه. سيدنا عمر ساره قال: يا رسول الله، يعني هذا فعل كذا فعل كذا فعل كذا. ما رد عليه ما رد عليه، بيظهر نقى عليه مثل ما يقول كثير ألح. فقال له: أخر عني يا عمر، فلقد خيرني الله واخترت، استغفر له أو لا تستغفر له. شايف كيف؟ إذن المنافق أيا كان لا يجوز لنا أن نقضي في دار الدنيا بموجب ما استكن في قلبه، نحيله إلى محكمة الله عز وجل. يعني إذن الحكم على المنافق بالكفر الذي استقر خفيا في قلبه خاص بالله عز وجل. تمام. هذا أمر خاص بالله عز وجل، ولا يجوز كما تفضلتم فضيلة الشيخ لنبي ولا لحاكم ولا لأي إنسان أن يحكم على أحد إلا بناء على الظاهر الذي يعلنه، على تمام. الظاهر الجلي من حاله تمام. مما هو فيه. تمام تمام تمام. أي نعم. أنا قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا أنا أعلنت إسلامي. هذا الذي تقول يعني يذكرني بكلام رسول الله في حديث يرويه الإمام مالك في موطئه من أصح الأحاديث. يقول الصحابي راوي الحديث: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل رجل ودنا إلى رسول الله يساره في شيء، يعني ولم ندري ما سره، إلى أن جهل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ علمنا أنه جاء يستفتيه في قتل شخص. قال له: أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: بلى ولا شهادة له. قال: أولئك الذين منعني الله منهم. أليس يشهد؟ انتهى الإشكال. ثم يا سيدي في أحاديث بلغت مبلغ التواتر كلها تصب في أن من مات لا يشرك بالله شيئا، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى بهما عبد فتحجب عنه الجنة. أيوة، بلغت هذه الأحاديث مبلغ التواتر، تدل على أنه الإنسان قد يكون شارب مرتكب إلى آخره ما هنالك، لكنه إذا آل إلى ربه وهو مؤمن بالله يقول بلسانه هذا الكلام فالباري عز وجل يغفر له.